السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. علامات الساعة كثيرة ومتنوعة، منها العلامات الصغرى التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام. ومن أشراط الساعة كثرة الشح بين الناس والبخل، وكذلك قلة العلم وكثرة الجهل وتفشي المعاصي وظهور المعاصي في البلدان. كل هذا من علامات الساعة المنتشرة. كذلك كثرة القتال والفتن من أشراط الساعة، كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة النساء وقلة الرجال من علامات الساعة أيضا. ولقد دارت وتحققت الكثير من علامات الساعة، حيث يؤكد البعض أنها علامات الساعة، فيما يقول البعض الآخر أنها مجرد ظواهر طبيعية. ومن بين هذه العلامات هي التي دارت اليوم في المغرب، وبالضبط بالعاصمة الرباط في صومعة حسان، حيث اندلع في صومعة حسان حريق ضخم مع دخان أسود وصل لحدود السماء أمام آلاف المسلمين. هذا ما أصاب الناس بالخوف والذعر، وهرب الجميع حيث لم يتجرأ أي أحد على تصوير الحدث. لكن الخطير والغريب في الأمر، بعد دقائق اختفى الدخان واختفت النار، وعندما فحصوا الصومعة لم يجدوا أي آثار للنار، ووجدوا الصومعة سليمة كأن شيئا لم يقع. ومن المعروف أن الدخان من علامات الساعة الكبرى. وفي الأخير نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر.